بسم الله والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيوه، من يهدي الله فهو المهتدي. أنا الآن رجعت الآية دي بعد ما ذكرت لكم الآية 170. شنو ولي القرآن؟ كلام ربنا، كلام الرحمن. شوف الآية دي وبعد شوفوا الآية اللي تتبعها، شوفوا العلاقات الرابطة بينهم. اختاروا القرآن، ما هو كلام أي إنسان وأي جهل وأي مخلوق كان، مجرات ولا ذرات، الكل ما عندهاش ريحة الريحة بتاع القرآن، لغتها لغة خاصة بها. أما لا بارول ديفين اللي لا سي لو كوران، ني لا تورا ني للزبور ني للجوسبا ليفونجيل، باسكو يا بليزيور ايفونجيل دونك لا نوسيون دو بارول ديفين دوا اتر ديسيبي دير اتر ايفانسي. نعود ان شاء الله تعالى.